البلد. حضرتك مع السلطان يتقوا الله، اللي بيديروا البلد يتقوا الله. في ايه بقى؟ من رئاسة لحكومة يتقوا الله بالشعب المصري. انت شايف هم ايه اللي ضايقك يعني؟ والشباب اللي انت محتاجه، اللي انا محتاجه عايز كلمة الحق. ما ينفعش اقول على جميع جامعات مصر ارهاب. ما ينفعش اقول على قطرة تشجيع الكرة ارهاب. ما ينفعش. الوقفة المطالبة بالشهداء. ليه يا بلد؟ كون ان في ليه يا سلطة؟ ليه يا مؤسسات مصر؟ ايه الحل من وجهة نظرك؟ من وجهة نظري يبقى في حرية ديمقراطية على حق ربنا. كما ربنا زعل. بقولك ايه؟ روح مالك. زعل زعل. فين التسريع؟ معانا تصريح. فين التسريع؟ تعالى معانا تصريح. انا معايا تصريح. انت بقى عايز ايه؟ ترني وين يا اني؟ ما اقولكمش الا كده. ثانية واحدة، انا معايا تصريح، حضرتك عايز ايه بقى؟ اعمل لك ايه انا ورا؟ انت عايز ايه؟ انا عايز كلمة حق. انا هقولك. ثواني بقى، انا باخد هنا. عايز كلمة حق. عايز كلمة حق. حرية وديمقراطية. حرية وديمقراطية. الرأي والرأي الآخر. أنا عشان أقتنع وأقول إن الدولة صح. وأقول إن في قيادة بالدين بلد صح. كم واحد ستة؟ اللي كم واحد ستة؟ 80 واحد جايين يصوروكوا ليه؟ أنا كمواطن عايز أعرف. طب أنت جاي ليه؟ عشان أنت تتصور. بيضحكوا عليكم. مالكش دم شهداء. بيضحكوا عليكم. أنت مالكش شهيد مات. بيضحكوا عليكم. أنت عميل للصهاينة. بقول لك بيضحكوا عليكم. أنت عميل للصهاينة. أنت بيضحكوا عليكم. أنت عميل للصهاينة. أنتوا أكبر عملاء. أنت عميل. أكبر عملاء في الدولة. أنتوا اللي خربتوها. سؤال. يا قنوات الخراب. ممكن سؤال؟ هي دي الثورة الحقيقية. 25 يناير. كام واحد نزل؟ كام واحد من الشعب؟ 25 يناير. كام واحد نزل من الشعب؟ هي دي الثورة اللي على حق ربنا. طيب كام واحد نزل؟ انت كده مصر كلها نزل. واحدة سيادتك مصر كلها نزل. سيادتك عايز كام واحد نزل؟ كام واحد نزل؟ كام واحد نزل؟ تاخد وقتي معاه. لا قول لي انا. تعالى انت. قول لي. تعالى قول. سيادتك تبع مين؟ بتقول ايه؟ سيادتك تبع مين؟ تبع ربنا. مين اللي بعتك؟ مواطن مصري. مواطن مصري. مواطن مصري. ايه لما قانون التظاهر قلت له غلط؟ قانون التظاهر غلط. هسألك سؤال بقى كبير قوي، ايه رايك في اللي حصل في رابعه؟ ايه؟ رابعه. رابعه طبعا ده اغتيال. اغتيال واغتصاب سلطه. تريوني بيضحكوا عليك وصدقتوهم. مين بقى اللي بيضحكوا علينا؟ الدوله. ايه بقول كلمه حق. ما بخافش الا من اللي خلاني. من خونة. والثورة 25 و30 و25 اللي عملت 30. اشهد يا تاريخ. وفي ثورة خاينة.